ولد خالتنا ابو عبد الله مصطفى عبد السلام العبد الواحد الخالدي الجلبي. سيدي انت خبير بالحمام، نبي اشهر مطيري الحمام الكويتيون وغيره. دراعي سليمان دراعي تو الناس كمل. كمل سليمان دراعي هو اقدم واحد في المطار. والنعم عاشور، وعندك احمد مبيريج. الله عاشور منو؟ محمود عاشور اخونا ابو صالح عاشور. من جماعتهم ندعم من عيال الشاميه قبل. اي صح معروفين. اقول بعد اكمل الحمام. اكمل جزاك الله خير يا ميرزا. انا اي صح خفيف. اي الحمام كيف عبد الله وبك الله وبك الله. شلون ورينا الحركه المطلوبه من الحمام اللود. لا لا كذي كذي واللي يشطف شلون. لا إيه زين بسالك بس هالثلاثه. لا في وايدين. كان الطيره كان المشجع بعد. منو؟ الطيره كان. الطيرة. اقول لك منو الحين الاشهر يعني المحاكر اللي في كبد وبالبر؟ وايدين الحين صار وين؟ منو؟ والله قراروه عندك وعندك شو اسمه المبيريج وعندك هذا شو اسمه الله يسلمك وتخاطر مخلص عبد الواحد. زين اعطينا اشهر 10 حمامات يعني في تاريخ دولة الكويت من اللوت. انباعوا ولد احمر ولد شو اسمه ولد المهنة. من ولدي ولد المهنة وبعد قول بس بعد شنو؟ لا اشهر حمامات يعني انباعن. والله هم هذا اقول لك بيعن الحمر ولد مال المهنة هذا اشهر واحد. كم 10,000؟ لا اعطوا 25,000. لا والله والله شنو ارقام؟ لا حمر. زين قول لنا شنو اسماء الحمام ارقام وسخري وشنو؟ حمار، صخري، عبري، اسود، ابرق، مسجخ، مسبق، وايد الوان. عندك الارقام شنو؟ في ريشه بيضة تحت. زين والعنبري شنو؟ العنبري يصير شو اسمه اشهب مثل حمر كذي. زين بختبر كل فضي. فضي؟ ايه مثل ابيض على هذا. زين والصخري؟ الصخري يصير ذهبي. ذهبي كلش. زين المقزع شنو؟ مقزع هذا بعد راسه. زين والزينه بسالك الحمام الزينه؟ هذا بعد الرواعب هذا اللي بفوطه. صح. عندك وعندك هذا الشمسي اللي والله والجعفر اللي عيونه كبار. تذكر اول شو اسمه بشويخ يوم صح. كان الشبك هناك يوم ام بشيرة وين هذا. أيوة والله الله يرحمه. كان عندنا حمام شفتهم قبل البيض والبورق وال شو اسمه والدشاشي. اشهر حمامه يعني كانت عندك شنو اسمها؟ والله انا مر علي احسن شيء الاشعل باربع. الله اشعل باربع شلون يعني سبق؟ ذيله اسود بس اربع شلون لوته؟ زين بسالك هي الحمامه زينه اللوت تصعد بالعالي ولا مو شرط؟ لازم تروح بالعالي شي بالهواء. الله شو تعلموا فن. زين وهذيلا اللي يكونون شنو هذيلا الدشاشي اللي يعكس واللي ايه هذا اللي يعكس شي يعكس ويا قلب.